بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان يتقي الله عز وجل بالتكبير خاصة، التكبير أهون، لكن مسألة التكبير مهينة. إذا كفر صار مباح الدم، مباح المال، يجوز قصده، مهينة المسألة، فلا يقبل عمله، لا يصلى عليه، لا يفهم عن المسلمين، تنفسخ زوجته منه. أحكام الكفر معروفة للجميع، فلهذا الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تكفير الناس. وكما أن الواجب علينا أيضا ألا نجبنا في تكفير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أيضا أن نفرق بين المعين وغير المعين. الشخص المعين نحتاج في حكم تكفيره، نحتاج إلى أمرين. أولا ثبوت أن هذه الخطأ التي فعلها مما يقتضي الكفر. ثانيا انطباق شروط التكفير عليه، ومن أهمها العلم بأن هذا مكفر، إن كان جاهلا ما نكفره. ولهذا العلماء ذكروا في إقامة الحدود، قالوا من شرط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم، وهو إقامة حد ما يفرق من كفر. لو دنا شخص وهو يظن أن هذا ليس بمحرم يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد ولو كان تجيبا، ما يقام عليه لا بجلد ولا برجل. فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تأديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم بالتحريم، فكذلك هذا مثل الكفر. قد يجي إنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل ما يدري، إذا علمت وقال جزاك الله خير ورجع عن كفره، هل نكفره؟ ما نكفره. ابن عثيمين رحمه الله.